السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم. أنا غادة سليمان عبد الله مرمش، معلمة في مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز إربد من الأردن. أتمنى أن تساعدوني في حل مشكلة. هذه المشكلة ستنمي من مهاراتكم في الرياضيات، وهي تحتاج لبعض المساحات وبعض المعرفة عن الحجوم. هذه المشكلة تواجه بائع العصير يوميا، فهو دائما يحاول أن يفرغ سائل من إناءين إلى إناء ثالث، وهو يحتاج إلى معرفة ذلك دون وقت أو جهد. لنحاول أن نساعده. انظروا، هذان هما الوعاءان يحويان العصير، هو يريد أن يسكبهما في وعاء ثالث، هو ليس لديه إلمام في الرياضيات ويحاول أن يسكبهما في الإناء الثالث. لنرى، لم يستطع سكب الإناءين في الثالث، وهو يحاول مرة ثالثة. لنرى الوعاء الثالث، انظروا إنها مشكلة، لم يستطع تفريغ هذه الآنية، سيجرب مرة ثالثة. انظروا، لقد استطاع أخيرا من النجاح، ولكن بعد وقت. هذه مشكلة، هو يحتاج أن يعرف قبل أن يسكب الإناءين في الوعاء الثالث إلى الإناء المطلوب، فكيف نساعده بذلك؟ كيف نساعده في توفير الوقت ودون الإلمام بالحساب؟ فهو لا يعلم شيئا في الرياضيات. فكروا معي بهذه المشكلة، مشكلة إيجاد الحجم المناسب لتفريغ إناءين في إناء ثالث دون جهد ودون حسابات. شكرا لكم، فكروا معي قليلا، سأراكم بعد قليل. مرحبا بكم مجددا، شكرا على تعاونكم. لنحاول حل المشكلة باستخدام نظرية فيثاغورس والتي مرت معنا مسبقا، وتنص على أن مساحة المربع المنشأ على وتر المثلث القائم الزاوية تساوي مجموع مساحتي المربعين المنشأين على ضلعي الزاوية القائمة. لنحاول أن نلعب معا هذه اللعبة لنتحقق من هذه النظرية. لاحظوا، هذا هو المربع المنشأ على أحد أضلاع القائمة، سنحاول تفريغ المربعين في المربع الكبير. انظروا، هذا يبرهن نظرية فيثاغورس، حيث استطعنا أن نضع المربعين المنشأين على ضلعي القائمة وتفريغه في المربع الكبير، أي أن مساحة المربعين المنشأين تساوي مساحة المربع المنشأ على وتر القائمة. والآن بعد أن قمنا بهذه اللعبة، هل تبقى نظرية فيثاغورس صحيحة إذا استبدلنا المربعات بمثلثات، مستطيلات، أشكال سداسية أو خماسية؟ ناقشوا ذلك معا وسأراكم بعد قليل. مرحبا بكم، لابد أنكم لاحظتم أن النظرية تبقى صحيحة إذا كانت الأشكال المرسومة على أضلاع المثلث القائم منتظمة، أي أن لها نفس أطوال الأضلاع ونفس قياسات الزوايا. هذا المثلث المرسوم على وتر المثلث القائم الزاوية طول ضلع سي، لنحاول أن نجد مساحته. فمساحة المثلث إذا علم منه ضلعين وزاوية محصورة تساوي نصف حاصل ضرب الضلعين في جيب الزاوية المحصورة بينهما، أي أن مساحة المثلث المرسوم على الضلع سي هو نصف حاصل ضرب ضلعين متجاورين سي تربيع في جيب الزاوية المحصورة بينهما باي عتلاته. هل هذه المساحة تساوي مساحة المثلثين المرسومين على ضلعي القائمة؟ لنجد مساحة المثلث المرسوم على الضلع A، فإن المساحة تساوي نص حاصل
ضرب ضلعين في جيب الزاوية المحصورة بينهما وهي بايعة 3 أي 60 درجة. كذلك مساحة المثلث المرسوم على الضلع B تساوي نص حاصل ضرب ضلعين متجاورين في جيب الزاوية المحصورة بينهما. نلاحظ في هذه المعادلة أنه يوجد هنالك ثابت موجود في جميع الحدود، وهذا الثابت نستطيع اختصاره. باختصار هذا الثابت وهو نص ساين باي على 3. إذا اختصرنا هذا الثابت من المعادلة نلاحظ أنه يتبقى سي تربيع يساوي A تربيع زائد B تربيع، وهذا ما تنص عليه نظرية فيثاغورس، أي أن المساحة المثلث المرسوم على وتر المثلث القائم الزاوية إذا كان هذا المثلث منتظم فإنه يساوي مجموع مساحتي المثلثين المرسومين على ضلعي الزاوية القائمة. لنتحقق إذا كانت النظرية صحيحة بهذه اللعبة، انظروا، هذه مثلثات متساوية الأضلاع مرسومة على مثلث قائم الزاوية. لنرى إذا كانت مساحة المثلثين تساوي مساحة المثلث المرسوم على الوتر. انظروا. أرأيتم؟ إن النتيجة صحيحة، أي أن مساحة المثلث المتساوي الأضلاع المرسوم على وتر المثلث القائم الزاوية تساوي مجموع مساحتي المثلثين المرسومين على ضلعي القائمة. والآن ماذا لو كانت الأشكال المرسومة على المثلث القائم الزاوية هي دوائر؟ نلاحظ أن قطر الدائرة الكبرى هو وتر المثلث القائم الزاوية. نريد أن نجد مساحة الدائرة الكبرى لمعرفة إذا كانت هذه المساحة تساوي مجموع مساحتي الدائرتين المرسومتين على ضلعي الزاوية القائمة. تعلمون أن مساحة الدائرة نون قاف تربيع باي، حيث أن نون قاف هو نصف القطر، وبما أن القطر هو سي فإن نصف القطر هو سي على 2. إذن نون قاف تربيع باي هو مساحة الدائرة الكبرى. هل يساوي مجموع مساحتي الدائرتين المرسومتين على الضلعين؟ مساحة الدائرة التي قطرها بي هو نصف القطر تربيع باي، ومساحة الدائرة التي قطرها A هو نصف القطر تربيع باي. نلاحظ في الحدود الثلاثة يوجد ثابت وهو نص تربيع باي. باختصار هذا الثابت، باختصار نص تربيع باي، فإن الذي يتبقى من هذه المعادلة هو مربع الوتر يساوي مجموع مربعي الضلعين الآخرين، وهذا ما تنص عليه نظرية فيثاغورس، أي أن مساحة الدائرة المرسومة على قطر المثلث القائم الزاوية تساوي مجموع مساحتي الدائرتين المرسومتين على ضلعين الزاوية القائمة. لنرى إذا كان الشكل السداسي يحقق نظرية فيثاغورس. تعلمون أن الشكل السداسي ينقسم إلى 6 مثلثات متطابقة، ومساحة كل منهما يساوي الآخر. طول ضلع كل واحد يساوي الآخر، والزوايا تساوي 60 درجة. إذن مساحة الشكل السداسي تساوي 6 في مساحة مثلث واحد. لنجد مساحة المضلع السداسي المرسوم على وتر المثلث الذي هو الضلع سي، فتكون المساحة هي 6 في مساحة المثلث الذي هو مربع الضلع في جيب الزاوية 180
وثمانين على ثلاثة أي ستين درجة. هل تساوي مساحة الأشكال السداسية المرسومة على الأضلاع للقائمة الزاوية؟ لنأخذ الشكل السداسي المرسوم على الضلع A، فإن مساحته 6 في مساحة المثلث A تربيع جيب الزاوية 60 درجة. كذلك مساحة الشكل السداسي المرسوم على الضلع B هي 6 من مساحة المثلثات نص B تربيع جيب الزاوية. نلاحظ في هذه المعادلة أن هنالك ثابت يتكرر في الحدود الثلاثة. باختصار هذا الثابت وهو 6 في نص جيب الزاوية، عند اختصار هذا الثابت فإن ما يتبقى هو مربع ضلع القائمة يساوي مجموع مربعي ضلعي الزاوية القائمة، وهذا ما تنص عليه نظرية فيثاغورس، أي أن الشكل السداسي المرسوم على وتر المثلث القائم الزاوية يساوي مجموع مساحتي الشكلين السداسيين على ضلعي القائمة. هل نستطيع تطبيق هذه النظرية إذا كانت الأشكال المرسومة خماسية أو سباعية؟ حيث أن المثلثات في الأشكال الخماسية ليست منتظمة. فكروا معي بهذه المشكلة وسأراكم لاحقا. أهلا وسهلا بكم مجددا، وشكرا لكم على تعاونكم وتوصلكم إلى النتيجة الرائعة. هذا هو شكل خماسي منتظم. نلاحظ أن المثلث المرسوم داخل هذا الشكل ليس منتظم، أي ليس متساوي أضلاع، فهو متساوي ساقين فيه ضلعين متساويين، أما الوتر فهو لا يساوي أحد أضلاعه. ولإيجاد مساحة هذا الشكل الخماسي نجد مساحة المثلث ونقوم بضربه بالعدد 5، لأن هذا الشكل ينقسم إلى 5 مثلثات متكافئة. لنجد مساحة الشكل الخماسي المرسوم على الوتر C والذي أضلاعه متساويين وكل منهما زد هو نص حاصل ضرب ضلعين في جيب الزاوية المحصورة بينهما وهي 2 باي على 5. إذن مساحة الشكل الخماسي هو 5 في مساحة هذا المثلث، ولكن لا يوجد ضلع مثلث قائم الزاوية في هذه الجملة، لذلك نحاول أن نجد قيمة C بدلالة Z. لنجعل C موضوع القانون، نستطيع استخدام قانون جيب التمام، وهو مربع ضلع أي مثلث يساوي مجموع مربعي الضلعين الآخرين ناقص 2 في الضلع الأول في الثاني جتا الزاوية المحصورة بينهما، أي أن C تربيع تساوي Z تربيع زائد Z تربيع ناقص 2 Z تربيع جتا الزاوية المحصورة بينهما. لإخراج العامل المشترك فيصبح Z تربيع 2 ناقص 2 جتا الزاوية 2 باي على 5. بجعل Z تربيع موضوع القانون فإن الناتج C تربيع على 2 ناقص 2 جتا الزاوية 2 باي على 5. بتعويض قيمة Z تربيع في مساحة الشكل الخماسي لنعوض Z تربيع، فتصبح مساحة الشكل الخماسي 5 في نص، نعوض قيمة Z تربيع وهي
س تربيع 2 ناقص 2 جتا 2 باي على 5 جيب الزاوية 2 باي على 5. فهذه هي مساحة الشكل الخماسي المرسوم على الوتر C. فلنجعل الثابت A يساوي 5 على 2 في 2 ناقص 2 جتا 2 باي على 5 ساين جيب الزاوية 2 باي على 5. فإذا كان هذا هو الثابت A فإن مساحة الشكل الخماسي المرسوم على الوتر C تصبح A C تربيع. وباستخدام نفس الطريقة فإن مساحة الشكل الخماسي المرسوم على ضلع القائمة B يصبح A B تربيع، ومساحة الشكل المرسوم على الضلع A يصبح A A تربيع. باختصار الثابت A فإن الناتج C تربيع تساوي B تربيع زائد A تربيع، وهو ما تنص عليه نظرية فيثاغورس، أي أن مساحة الشكل الخماسي المرسوم على وتر المثلث القائم تساوي مجموع مساحتي الشكلين الخماسيين المرسومين على ضلعي القائمة. شكرا لكم على هذه النتيجة الرائعة. وأوجه إليكم السؤال التالي: ماذا لو حولنا هذه الأشكال إلى مجسمات؟ موشور، اسطوانة، هرم، هل تبقى النظرية صحيحة؟ حاولوا أن تجدوا حلا لهذه المسألة، وسأراكم بعد قليل. السلام عليكم مجددا، شكرا لتعاونكم. لنرى إذا كانت نظرية فيثاغورس تنطبق على الحجوم. هذه المكعبات الثلاثة منشأة على مثلث قائم الزاوية، هذا هو الوتر وهذان الضلعان هما ضلعا القائمة. لاحظوا أن الحجم المنشأ على ضلعي القائمتين لا يساوي الحجم المنشأ على الوتر، وهذه مفاجأة. ولكن ماذا لو عدلنا هذه المكعبات وحولت كل منها إلى موشور وهو له نفس الارتفاع؟ لنرى ذلك. هذا هو موشور رباعي، وهذه الموشورات لها نفس الارتفاع وقاعدتها مربعة. الضلع C هو وتر المثلث القائم الزاوية، والضلع B والضلع A هما ضلعي الزاوية القائمة. لنحاول أن نجد حجم كل من هذه الموشورات الثلاثة. فحجم الموشور المنشأ على الوتر C هو مساحة القاعدة في الارتفاع، وبما أن القاعدة مربعة إذن المساحة هي الضلع تربيع، أي أن حجم الموشور المنشأ على الضلع C هو HC تربيع، مساحة القاعدة في الارتفاع. هل تساوي حجمي الموشورين على ضلعي الزاوية القائمة؟ الموشور المرسوم على الضلع B حجمه HB تربيع، مساحة القاعدة في الارتفاع، وحجم الموشور المرسوم على الضلع A هو مساحة القاعدة في الارتفاع HA تربيع. وباختصار الثابت H يصبح لدينا C تربيع يساوي B تربيع زائد A تربيع، وهذا ما تنص عليه نظرية فيثاغورس، أي أن حجم الموشور المرسوم على وتر المثلث القائم الزاوية يساوي مجموع حجمي الموشورين على ضلعي الزاوية القائمة إذا كان لهما نفس الارتفاع. لنرى ذلك. انظروا، هذه الموشورات الثلاثة
أضلاعها تحقق نظرية فيثاغورس. فهذا الضلع 10 سنتيمتر وهذا الضلع 8 سنتيمتر وهذا الضلع 6، أي أن هذه الأضلاع الثلاثة تشكل مثلث قائم. لنرى إذا كان هذا الحجم يناسب هذين الحجمين، لنرى معا. رأيتم؟ فإن مجموع حجمي المجسمين المرسومين على ضلعي الزاوية القائمة قد ساوى الحجم المرسوم على وتر المثلث القائم الزاوية. ماذا لو استبدلنا الموشورات الرباعية القاعدة إلى موشورات قاعدتها خماسية لنرى إذا كانت تنطبق عليها نظرية فيثاغورس أم لا؟ لنرى ذلك. هذا موشور خماسي وهذا آخر. هذا الموشور له ضلع وتر مثلث قائم الزاوية، وهذان الموشوران لهما أطوال الضلعين الآخرين. نريد أن نعرف إذا كان هذين الحجمين يساويان هذا الحجم، لنرى ذلك. لقد تعلمنا قبل قليل أن مساحة الموشور الخماسي المرسوم على الوتر تساوي A C تربيع. وتساوي مساحة الموشورين المرسومين على الضلعين A والضلع B. ونعرف أن حجم الموشور الخماسي يساوي مساحة القاعدة في الارتفاع، وبما أن الارتفاع هو ثابت وللثلاثة موشورات هو H، إذن يصبح حجم الموشور الأول هو A H C تربيع، وحجم الموشور الثاني هو A H A تربيع، وحجم الموشور الثالث هو A H B تربيع. وباختصار الثابت A H من الحدود الثلاثة يصبح لدينا C تربيع تساوي A تربيع زائد B تربيع، وهذا ما تنص عليه نظرية فيثاغورس، أي أن حجم الشكل الخماسي المنشأ على وتر المثلث القائم الزاوية يساوي مجموع الحجمين الخماسيين على ضلعي الزاوية القائمة. لنرى ذلك. انظروا، هذا هو المجسم الصغير وهذا المنشأ على ضلع القائمة الآخر. لاحظوا، لاحظوا أن حجمي المجسمين قد ساويا حجم المجسم الموجود على الوتر للقائم للمثلث القائم الزاوية. وهكذا نستطيع تطبيق النظرية على الشكل الخماسي وعلى المجسم الخماسي. لنتحقق من تطبيق نظرية فيثاغورس على حجم الموشور الثلاثي. هذا الموشور الثلاثي طول ضلعه 10 سنتيمتر، أي أنه مرسوم على وتر المثلث القائم الزاوية، وهذا الموشور 6 سنتيمتر، وهذا الموشور 8 سنتيمتر، أي أن الموشورات الثلاثة مرسومة على أضلاع مثلث قائم الزاوية. لقد أخذنا قبل قليل أن مساحة المثلث نصف حاصل ضرب ضلعين في جيب الزاوية المحصورة بينهما، وتحققنا أن نظرية فيثاغورس تتحقق على المساحة. وإذا ضربنا المساحة في نفس الارتفاع H، نلاحظ بعد اختزال الثابت H أن حجم الموشور الثلاثي المنشأ على الوتر يساوي مجموع حجمي الموشورين على ضلعي القائمة. لنتحقق من ذلك، انظروا، هذا الموشور هو على ضلع المثلث القائم الزاوية، وهذا هو على ضلع القائمة الثاني. لاحظوا، لقد استطعنا أن نضع حجمي الموشورين المرسومين على ضلعين القائمة في على حجم الموشور المرسوم على وتر المثلث القائم، أي أن النظرية صحيحة. وهكذا نستطيع تطبيقها لجميع المجسمات التي طول ضلعها N، مهما يكن المجسم طول ضلعه فإن النظرية صحيحة. تحققوا من ذلك في البيت. والآن لنعد إلى مشكلة بائع العصير. فكروا معي كيف نستطيع حلها بعد أن أخذتم هذه التجربة. سأراكم لاحقاً.
مرحبا بكم مجددا. بعد أن تعرفنا على أن نظرية فيثاغورس تنطبق على الأحجام، هل نستطيع حل مشكلة بائع العصير؟ لنرى، إذا استطعنا إيجاد قطر هذه الدائرة وقطر هذه الدائرة، فإن الوتر هو حجم الأسطوانة التي نستطيع تفريغ بها حجمي هاتين الأسطوانتين. لنرى كيف نجد قطر هذه الأسطوانة. نثبت العصا هنا في هذه المنطقة، وأكبر أثر تتركه يكون هو القطر، لأن القطر هو أكبر وتر في الدائرة. إذن هذا هو قطر الدائرة الصغرى، هذا هو القطر. نجد قطر الأسطوانة الأخرى بنفس الطريقة، فإن أطول وتر هو القطر. هذا هو القطر. والآن بما أن الأحجام تنطبق على نظرية فيثاغورس، فإن هذين القطرين يشكلان ضلعي الزاوية القائمة، والحجم الذي يحوي هذين الحجمين سيكون قطره هو الوتر. لنحاول أن نجد قطر الدائرة المطلوب تفريغ الأسطوانة بها، لنحاول أن نجد وتر هذا المثلث. لاحظوا، هذا هو وتر المثلث القائم الزاوية، وهو نفسه قطر الأسطوانة الكبرى التي حجمها يساوي حجمي هاتين الأسطوانتين. فلنبحث عنه من بين الأسطوانات، لم نستخدم أي قياس، مجرد العصا. لاحظوا، هذا القطر هو أكبر من قطر هذه الأسطوانة لأنه خارج الدائرة، وهنا أيضا هو أكبر لأنه خارج الدائرة. لاحظوا، هنا هو نفس القطر. إذن هذه هي الأسطوانة المناسبة، هذه هي الأسطوانة المناسبة. لنرى ذلك، أرأيتم؟ لم نحتاج إلى أي قياس أو جهد، واستطعنا أن نفرغ الإناءين في إناء واحد. أما في بداية الدرس فلم نستطع إيجاد المجسم المطلوب، وكان الرمل في وعاء لا يتسع له. والآن هل نستطيع تطبيقها على الأشكال الأخرى؟ لنرى ذلك دون قياسات. بعض ربات البيوت تواجه مشكلة، فهي تريد أن تفرغ إناءين في إناء واحد، وذلك لأن المساحة تكون لديها ضيقة، فهي تريد أن تضعهما في إناء واحد. فكيف نساعدها في ذلك؟ لنرى كيف أن فيثاغورس يساعدها، لأن الحجمين يساويان حجما ثالث إذا طبقنا عليهما نظرية فيثاغورس. لنرى ذلك، لنجد ضلع الموشور السداسي، هذا هو الضلع، ولنجد ضلع الموشور السداسي الآخر، هذا هو. نستطيع إيجاد الموشور الثالث الذي حجمه يكافئ حجمي الموشورين إذا كان له ضلع الوتر المثلث القائم الزاوية. فلنجد الوتر، هذا هو ضلع الموشور الذي نبحث عنه. تستطيع ربة المنزل أخذ هذه العصا والبحث عن موشور ضلعه يساوي هذه العصا، فإذا بحثت عنه فإنها تجد أن هذا الموشور ينطبق عنه. لاحظوا، له نفس الضلع. لنرى ذلك، مساعدة ربة البيت بتفريغ وعاءين في وعاء ثالث بتطبيق الحجم المنشأ على وتر المثلث القائم الزاوية. فكروا معي بتطبيق آخر لنظرية فيثاغورس وتعاونوا معا. أتمنى جميعا أن تكونوا قد استمتعتوا بهذا الدرس كما أنا استمتعت بإعداده، وشكرا لكم، وإلى اللقاء في دروس أخرى. شكرا لكم. مرحبا، أنا غادة مرمش.
شكرا لكم على اختياركم لهذا الدرس، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم به كما أنا قد استمتعت به في إعداده، ونحتاج الآن لأن نقدم لكم المتطلبات السابقة لهذا الدرس، فعلى الطلبة أن يكون لديهم إلمام بما يلي: 1- نظرية فيثاغورس، 2- مساحة المثلث إذا علم ضلعين وزاوية محصورة، 3- قانون جيب التمام، 4- مساحة الدائرة، 5- الحجوم للمجسمات المختلفة إذا كانت القاعدة منتظمة. أما في الوقفات، ففي الوقفة الأولى يقوم الطلبة بتفريغ الرمل من مجسم لآخر وتدوين ملاحظاتهم عسى أن يصلوا إلى نتيجة. في الوقفة الثانية يقوم الطلبة برسم أشكال مختلفة على أضلاع المثلث القائم الزاوية، مثل المثلث الشكل السداسي، الخماسي، السباعي، ويساعدهم المعلم في إيجاد المساحات المختلفة ويرشدهم إلى قانون الجيب وجيب التمام. في الوقفة الثالثة يقوم الطلبة برسم أشكال خماسية منتظمة على أضلاع المثلث القائم الزاوية، وتكون المفاجأة أن النظرية تنطبق على هذه الأشكال، مع أن الأشكال المثلثات التي ينقسم إليها الشكل ليست منتظمة، ويقوم المعلم بإرشادهم إلى قانون جيب التمام ومساعدتهم في إيجاد القاعدة. في الوقفة الرابعة تقوم كل مجموعة بإيجاد حجم المجسم الذي تعرف مساحة قاعدته، وذلك بأخذ المساحة ضرب الارتفاع، وتقوم كل مجموعة ببرهان أن الحجم المنشأ على الوتر يساوي مجموع الحجمين، إحدى المجموعات تأخذ مجسم ثلاثي وإحداها مجسم رباعي وإحداها موشور خماسي، وهكذا حتى نصل إلى النتيجة، وهكذا نستطيع برهان النظرية وتعمم لجميع الأضلاع. في الوقفة الخامسة يحاول الطلبة مساعدة بائع العصير، وذلك بعد أن تعلموا أن نظرية فيثاغورس تنطبق على الحجوم، فباستخدام المسطرة أو عصا يجدوا طول ضلع المجسم المطلوب، فالاسطوانة يأخذوا قطرها باستخدام المسطرة، ثم يجدوا قطر الاسطوانة الأخرى ويشكلوا مثلث قائم الزاوية، ويكون الوتر هو حجم الاسطوانة المطلوبة، ثم يحاولوا مساعدة عامل البناء وربة المنزل باستخدام المسطرة، ويحاولوا أن يكونوا مثلث قائم الزاوية ويجدوا الحجم المناسب، وهكذا يكونوا قد طبقوا ما تعلموه في هذا الدرس بإيجاد الحجم المناسب للحجمين الآخرين. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم في هذا الدرس، وأشكركم على مساعدتكم وانتباهكم. شكرا لكم.